قس على التأخر هناك، يعني حصل يعني خطأ يعني تقني هون بالنسبة لي. نبدأ المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نأسف مرة ثانية على التأخير، وسبب هو يعني الخطأ التقني. وبما أن الآن الساعة 4:30، ننهي إن شاء الله المحاضرة الساعة 6 لو ما في ولا مانع إن شاء الله. إذا في الحصة الفائتة تحدثنا عن إدارة الخطر، تحدثنا عن مفاهيم حول الخطر، ووصلنا إلى حد مراحل إدارة الخطر. تحدثنا في المحاضرة الفائتة أيضا عن يعني أهداف إدارة الخطر، ما هي الأهداف المرجوة، وقلنا أنه فيه اليوم لن يكون فيه كويز إن شاء الله. يوم الاثنين يكون فيه كويز طويل، ولأنه ستلاحظين أن بالنسبة لل سنجمع، لأنه الأسئلة هون الوحدات مرتبطة مع بعضها، وأريد أن تكون الأسئلة يعني لها هدف معين، وتكون مشابهة يعني لما هو يعني تكون مفيدة بالنسبة لكم، حتى نتقدم شوية في المنهج، لأن هذه الوحدات مرتبطة ببعضها كثيرا. والآن ستدرسون يعني سندرس مراحل إدارة الخطر، وهذا المراحل ويعني أساليب إدارة الخطر هنا يجب أن نربطها ببعضها، وتكون الكويزات يعني لها هدف معين. واضح؟ إن شاء الله الأسبوع القادم نقوم بأكثر عدد ممكن من الأسئلة، والتي تكون يعني مرتبطة بالجزء الأول وهو إدارة الخطر. اليوم نتمنى أن ننهي يعني الجزء المرتبط بإدارة الخطر، ثم نمر إلى التأمين. إذا عندما ننتهي من إدارة الخطر سنقوم يعني ب مجموعة من أسئلة، سأعطيكم مجموعة من أسئلة حتى نلخص بها يعني كل ما هو مرتبط بإدارة الخطر، ثم نمر للتأمين، وبذلك يعني نكون انهينا الجزء الأول ونبدأ الجزء الثاني إن شاء الله. إذا درسنا في الحصة الفائتة أيضا الأهداف التي تسبق تحقق الخسائر، وأهداف أخرى تلي تحقق الخسائر. إذا تحدثنا أيضا عن مدير المخاطر، وقلنا أن مدير المخاطر يمكن أن يكون شخص واحد أو منشأة أو يعني جمعية أو غير ذلك. وهنا تحدثنا عن وظائف مدير الأخطار التي تبدأ باكتشاف الخطر وتنتهي باختيار أنسب وسيلة لإدارة الخطر. الآن في المحاضرة هذه إن شاء الله سنتحدث عن مراحل إدارة الخطر. تحدثنا عن الأساليب أيضا، طريقة تكوين احتياطي خاص واحتياطي عارض، ثم تحدثنا عن الوقاية والتحكم، تحدثنا أيضا عن التجزئة والتنويع، ثم تحويل الخطر، وأخيرا طريقة تخفيض الأخطار، وأخيرا طريقة تجميع الأخطار. إذا الآن سنمر إلى مراحل إدارة الخطر، وبهذه الوحدة إن شاء الله يعني أظن أنها تكون يعني آخر وحدة في إدارة مرتبطة بإدارة الخطر. إذا مراحل إدارة الخطر، قلنا أن مدير الخطر يدير الخطر بطريقة علمية، ويعني تعتمد على مراحل معينة، لا تكون يعني مراحل إدارة الخطر هنا اعتباطية، لكن تقوم على مراحل يعني علمية وثابتة. إذا في الوحدة سنتعرض إلى مراحل إدارة الخطر، ثم قواعد إدارة الخطر. إذا تهدف كما ذكرنا إدارة الخطر بالأساس إلى اختيار السياسة أو السياسات الملائمة التي تؤدي إلى تخفيض الخطر أو تقلص منه، و مواجهة الخسائر المتوقعة والحد منها. هذا جدا ذكرنا في الحصص الماضية
أنه الهدف من إدارة الخطر ليس إيقاف الخطر، لأنه لا يمكن في أي الحالات إيقاف الخطر، لكن لا اليوم قلت لم يطرح كويز، إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله، ويكون شامل بالنسبة لكل يعني لكل يعني ما يرتبط بإدارة الخطر. إذا قلنا هنا هدف إدارة الخطر هو أول شيء تقليل تكرار الخسارة، وأيضا الهدف التخفيف أحسنت من تكرار وقوع الخطر، هذه النقطة الأولى. ثم الهدف الثاني هو يعني تقليل الخسارة، إذا وقع الحادث فكيف نقوم بتقليل الخسارة باستعمال يعني أساليب إدارة الخطر. وهنا مدير المخاطر يهدف إلى تقليل أو تخفيف تكرار الخسارة، وأيضا الحد من الخسارة إذا وقعت، الحد من قيمة الخسارة إذا وقعت. إذا نجمع كل الخطوات هنا وسندرسها يعني خطوة بخطوة. يمكن إدارة الخطر باتباع الخطوات التالية: أول نقطة هو تحديد الهدف، ثم توصيف الأخطار المحتملة، بعد ذلك يقوم مدير المخاطر بتقييم الخسائر المحتملة، ثم اختيار الأسلوب الملائم لمعالجة الخسارة، ثم تنفيذ القرار، وأخيرا التقييم والمراجعة. نبدأ بإهداف أو تحديد الهدف هنا. الخطوة الأولى في إدارة الخطر هي تحديد الأهداف وتقرير احتياجات المنشأة من برامج لإدارة الخطر، وذلك بالتعرف للخطر على كل أشكال التعرض له، ويهدف ذلك إلى التأكد من عدم وجود أخطار صافية أو خسائر متوقعة تعيق من تحقيق أهداف المنشأة. هنا نقطة هامة جدا بالنسبة لتحديد الهدف، بالنسبة لي هي النقطة، هي الخطوة الأولى، وتحدثنا عن أهداف مدير المخاطر أو أهداف إدارة الخطر، وقلنا أنه في أهداف قبل وقوع الحادث وأهداف أخرى بعد وقوع الحادث، وهذه الأهداف هي التي يجب أن يحددها مدير المخاطر. وأيضا نقطة هامة جدا أن هذه الأهداف يجب أن تكون كمية. ماذا نعني بأن تكون كمية؟ يعني يمكن أن يكون يعني في إمكانية لقياس يعني لقياس الخسائر التي تنجر على أو لقياس الهدف. هنا يجب أن نكون قادرين على قياس الهدف. لماذا نقيس الهدف ويكون يعني الهدف يعني قابل للقياس؟ لأنه بعدين عندما نقوم بالمراجعة إذا لم يكن لدينا هدف مبني على طرق كمية، فلا يمكن معرفة هل وصل مدير المخاطر هنا إلى تحقيق أهدافه أم لم يصل. إذا هنا مثال من الأمثلة، تخفيض تكرار الخسارة بالنسبة مثلا لإصابات العمال بنسبة 5%. هنا هدف هو تقليل تكرار الخسارة، وهدف يعني قمنا ب يعني بتحديد نسبة معينة، قمنا بتقييمه، له يعني مقاس هذا الهدف، واضح؟ له قياس للهدف. فبعد إدارة الخطر في آخر السنة مثلا سنراجع هل حققنا الهدف، هل وصلنا إلى تحقيق يعني انخفاض 5% من الخسائر بالنسبة لي يعني إصابات العمل أو لأي خطر من الأخطار الأخرى. إذا هنا أهم جدا فيه أهداف يمكن أن نحددها، أهداف تكون قبل وقوع الحادث وأهداف أخرى بعد وقوع الحادث، وأيضا من شروط يعني الهدف أن يكون يعني قابل للقياس، واضح؟ أو يعني يكون كمي، يعني مثلا تخفيض الحدة ب5% أو تخفيض التكرار ب10%. هنا دائما يحدد يعني تحديد، يكون تحديد كمي. إذا المرحلة الثانية هي تحديد واكتشاف المخاطر. هنا يتم تحديد واكتشاف الخطر عن طريق التعرف على كل أشكال الخطر، وذلك بعد دراسة أوجه النشاط المختلفة للمشروع
من إنتاج وتوزيع. هنا نقطة هامة جدا، أنه عندما نريد إدارة المخاطر يجب يعني إيجاد كل المخاطر، البحث أو اكتشاف كل المخاطر المرتبطة بكل مجال. ونعلم أن مثلا مجال التصنيع مثلا له مخاطر معينة، مثلا مخاطر القلة في الموارد البشرية، أو القلة في المواد يعني مواد التصنيع المواد الخام، أو مخاطر ترتبط بإصابات العمال، أيضا ترتبط هنا مخاطر تصنيع، هناك العديد من مخاطر التصنيع. ولكن إذا كانت في شركة يعني تقوم بالتصنيع فقط، هنا سنبوب يعني كل المخاطر المرتبطة بالتصنيع. لكن إذا قررت الشركة هذه فتح وحدة ثانية، والوحدة هذه تقوم بتوزيع يعني المنتوجات، إذا هنا سنجد يعني مخاطر جديدة تتعلق ب يعني نشاط جديد وهو التوزيع. إذا في هذه الحال كل ما نزيد نشاط جديد، كل ما يعني نضيف نبحث عن المخاطر المرتبطة بهذا المجال الجديد. إذا وتحقق ذلك عن طريق وجود علاقات وثيقة بين إدارة الخطر والتأمين والإدارات الأخرى بالمشروع. بالطبع مدير المخاطر عندما يريد اكتشاف المخاطر يجب عليه أن يعني أن يتوجه إلى مديري كل يعني الأقسام الموجودة في يعني المنشأة لتباحث يعني الأخطار التي يمكن أن تقع لكل يعني وحدة أو لكل قسم وغير ذلك. إذا ونقول ولتسهيل هذه العملية تقوم إدارة الخطر والتأمين بإعداد تبويب شامل للأخطار المختلفة. هنا نقوم بتبويب شامل ونرسم أيضا، نقول في التأمين أيضا نرسم خريطة للمخاطر. هنا مدير المخاطر يجب عليه أن يرسم خريطة للمخاطر، نتحدث عن الريسك مابينج، وهذه الخريطة يجب أن تشمل كل يعني المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة. في أسئلة إلى حد الآن؟ إيه هذا شيء كويس، يعني أنه تجدون كتاب إدارة الخطر والتأمين في المكتبات، هذا هام جدا. في أي مكتبة متوفر هو الكتاب هذا؟ إذن هذا شيء جيد أن نعتمد على الكتاب على الكتب، ولكن لا نبتعد كثيرا عن المنهج وعلى النقاط التي أركز عليها في خلال المحاضرات. النقاط التي أقوم بالتركيز عليها خلال المحاضرات تساعدكم كثيرا على فهم يعني المنهج، وأيضا على يعني فهم النقاط الهامة في يعني المقرر، واضح؟ وهنا مجال كبير جدا للدراسة ولي يعني التثقيف أيضا، أن نقرأ العديد من الكتب تتعلق بالخطر والتأمين، وأشجعكم على ذلك يعني قراءة الكتب أو يعني متابعة كل الأخبار التي تتعلق بالتأمينات، لأنه مجال كبير لي يعني العمل أول شيء، فرص وظيفية كبيرة فيها، وأيضا شيء ثاني أنه يمكن الإنسان من يعني أن تكون عنده ثقافة وإلمام بالمخاطر وكيفية إدارتها ثم تأمين نفسه. كل هذا يعني مهم جدا في حياتنا العادية، أيضا في حياتنا اليومية أو في يعني عملنا إن شاء الله، أو في العمل اللي أنتم تقوموا به حاليا. إذن هذا بالنسبة لتحديد واكتشاف الخطر. ثم تقييم الخطر، بمجرد تحديد الأخطار يقوم قسم خطر وتأمين بعملية قياس وتقييم تأثير الخسائر المحتملة على المنشأة، وتتضمن هذه الخطوة تقدير تكرار الخسارة المحتملة، تقدير حجم الخسارة المحتملة. هنا أشير إلى نقطة هامة جدا، أنه دائما عندما نتحدث عن تقدير أو التنبؤ
فنقوم بالتنبؤ بتكرار الخسارة وتنبؤ بحجم الخسارة. واضح؟ دائما الاثنين معا، التكرار وحجم الخسارة. يقوم التأمين على شيئين، هو تكرار الخسارة أو إدارة الخسارة، تقوم على تكرار والحجم. واضح؟ ممكن أن أطرح سؤال مباشرة، يقوم مدير المخاطر بتقدير تكرار الخسارة فقط، الخسارة المحتملة فقط. هذه النقطة الأولى. ثم يقوم مدير المخاطر بتقدير حجم الخسارة المحتملة، هذه النقطة الثانية. صح أم خطأ؟ تقدير حجم الخسارة المحتملة فقط، هذا صح أم خطأ؟ إذن هنا يكون أيضا خطأ. لكن الإجابة الصحيحة هو أن نجد أن مدير المخاطر يقوم بتقييم أو تقدير تكرار الخسارة وحجم الخسارة. واضح أم لا؟ هذه النقطة مهمة جدا، نسطرها عندنا إذا كانت أمامكم الشرائح. واضح؟ إذا هذا بالنسبة لتقييم الخطر. بالنسبة لتقييم الخطر، بعد تحديد تكرار الخسارة وتقدير حجمها لكل نوع من الأخطار، فإنه يتم بتبريدها في مجموعات وفقا لأهميتها، مثلا أخطار جسيمة، أخطار متوسطة، وأخطار صغيرة. هنا يقوم مدير المخاطر بتبريد يعني حجم الخسائر. لماذا؟ لأنه بعدين يعني يعني يجب عليه أن يتنبأ أيضا بالاحتياط الذي يجب أن يوفره لي يعني الحوادث إذا وقعت. إذا هنا لدينا ثلاث تصنيفات هامة جدا. الأخطار الجسيمة هي أخطار تؤدي إلى تدمير وإفلاس المنشأة. واضح؟ أخطار متوسطة، أخطار لا تؤدي للإفلاس ولكن للاقتراض لاستمرارية المؤسسة. مثلا الأخطار الجسيمة، نعطيكم مثال، أنه في مصنع ما يحترق كل المصنع، تحترق كل الآلات، هنا هذا خطر جسيم ويؤدي بالشركة إلى الإفلاس. واضح؟ هناك أخطار متوسطة، مثلا أن يحترق جزء من المصنع، مثلا تحترق مثلا 4 آلات وكان في المصنع مثلا فيه 100 آلة، هنا تحتاج الشركة إلى الاقتراض، ولكن هذا لن يؤدي بها إلى الإفلاس، ستقترض لتعويض أو استبدال يعني الآلات التي احترقت. وأخيرا نتحدث عن أخطار صغيرة، هي تلك الأخطار السهلة المواجهة، مثلا إصابة عامل، فإصابة عامل لم نحتاج إلى الاقتراض حتى يعني نقوم بعلاج هذا الشخص الذي أصيب، وبالطبع إصابة هذا العامل لا تؤدي إلى يعني إلى يعني إفلاس المنشأة، هلاك جزئي. نعم، الأخطار المتوسطة مرتبطة بالهلاك الجزئي. واضح؟ هلاك جزئي للآلات أو ل يعني بعض المكونات المشغول. إذا النقطة الرابعة أو المرحلة الرابعة، اتخاذ وتنفيذ القرار. يعنى باتخاذ القرار هو اختيار الأسلوب الأمثل والأكثر ملائمة لمواجهة الخطر، وتصنف هذه الأساليب إلى كما تحدثنا عنها في الحصة الفارتة، أساليب التحكم في الخطر، وهي الأساليب التي تقلل من تكرار ومن حدة الخسارة. أساليب تحويل الخطر يرتكز على ترتيب رأس المال اللازم لمواجهة الأخطار. ويقصد بتنفيذ القرار هنا اتخاذ الوسيلة اللازمة للحد من الخطر وتوفير الوسائل اللازمة لذلك. هنا هام جدا، فعند تحويل الخطر إلى جهة أخرى فلا بد من حسن اختيار الجهة المؤمنة، وإذا كان الاختيار على التأمين الذاتي فعلى صاحب المشروع أن يقوم بإنشاء إدارة أو صندوق خاص لهذا الغرض. هنا نقطتين هامين جدا، أنه اتخاذ القرار يقوم على اختيار الأسلوب الأمثل لإدارة الخطر، فيمكن أن نختار مثلا سياسة الوقاية. واضح؟ ثم نختار أيضا أسلوب مثلا تحويل الخطر، لكن لتحويل الخطر قلنا يجب أن يكون فيه كلفة، فإذا كانت فيه كلفة
إذا سنختار طريقة تحويل الخطر التي تكون ذات أقل تكلفة. ومن ذلك إذا أردنا التأمين فإننا سنختار المؤمن أو شركة التأمين التي تكون يعني أقل تكلفة. لكن نعلم أن مقابل التكلفة أيضا هناك يعني إسداء الخدمات، يعني أو مصداقية لشركة التأمين. هنا مدير المخاطر سيختار أول شيء شركة تمكن الشخص من أو تمكن شركة التأمين تمكن من تكلفة أقل، تكون أقل تكلفة، ومن جهة ثانية يجب أن تكون هذه الشركة شركة تأمين لها مصداقية كبيرة. ماذا نعني بالمصداقية؟ أنه في حالة وقوع الحادث دائما توفي بوعودها شركة التأمين، واضح، أو توفي بالتزاماتها فتقوم بتعويض المتضررين. ممكن أن نجد شركة تأمين يعني تكون تكلفتها ضعيفة، لكن إذا وقع الحادث ما يقع يعني التعويض في هذه الحالة، واضح. إذا هنا بالنسبة لمدير المخاطر عندما يأخذ القرار وينفذ عليه أن يختار الأسلوب الجيد، واضح، وثاني شيء أن يكون أسلوب ذا أقل تكلفة ويمكن من أيضا تحقيق الهدف، وهو تقليل الخسارة وتقليل يعني تكرار الخسارة. أساليب تحويل الخطر، بالطبع أساليب تحويل الخطر هي نوع من أساليب إدارة الخطر. يعني قلنا إحنا إيش هي الأساليب؟ هي الوقاية والمنع، افتراض الخطر، تحويل الخطر، تقسيم المخاطر، وتخفيض أحسنت المخاطر. هنا كلها هذه أساليب يعني نعتمدها هنا لتجميع المخاطر، أحسنت. هنا كلها أساليب تعتمد لي يعني تعتمد لتقليل حجم الخسارة وتقليل تكرار الخسارة. إذا هنا ألاحظ أن المشاركات هامة جدا يعني، وتدل على فهم جيد للموضوع. هنا يعني هذا مشجع جدا، وألاحظ أنه يعني فيه يعني ملاحظات يعني تكون لها يعني أهمية كبيرة. طيب لماذا صنفها هنا إلى أسلوبين؟ ملاحظة، سؤال هام جدا، لأنه فيه أساليب نقوم فيها بالتحكم، واضح، أساليب التحكم في الخطر. مثلا هنا نتحدث عن يعني التحكم و التحكم و هنا إيه أساليب تحكم، هذه أساليب إلى أساليب تحكم وأساليب إذا كان الاختيار على التأمين الذاتي. فهذا هنا بالنسبة لهذه النقطة على سبيل المثال يمكن أن نصنف هذه الأساليب إلى أساليب التحكم وأساليب تحويل الخطر. يمكن أن نتحدث عن الأساليب الأخرى، واضح. هنا على سبيل المثال يمكن أن نتحدث عن أساليب التحكم وأساليب تحويل الخطر. ملاحظة هامة جدا، لكن توجد العديد من الأساليب الأخرى والسياسات الأخرى التي تمكن من إدارة الخطر، واضح. هنا مثلا التأمين يمكن أن نتحدث هنا عن تحويل الخطر، واضح. يمكن أن نتحدث عن تقسيم الخطر، وذلك أيضا بتحويله، يمكن أن نحول الخطر بتقسيمه، واضح. وذلك عندما نقوم بالتأمين سنرى أن سياسة تحويل الخطر أو التأمين بالذات، سياسة التأمين تجمع كل يعني الأساليب والسياسات لإدارة الخطر. هنا أخيرا إذا كان الاختيار على التأمين الذاتي، هنا يذكرنا بإيش التأمين الذاتي؟ يذكرنا بافتراض وقوع الخطر، واضح. نتحدث عن افتراض الخطر بدون تخطيط مسبق، افتراض الخطر بحسب خطة موضوعة. هنا كل هذا يعني أيضا هي أساليب من أساليب إدارة الخطر التي درسناها، واضح. هنا بالنسبة للتأمين الذاتي نتحدث مباشرة عن إدارة الخطر، عن افتراض الخطر يعني حسب خطة موضوعة، والخطة الموضوعة قلنا هون أنها يمكن أن تكون حسب يعني بإيجاد احتياطي عارض أو احتياطي خاص. وهنا نتحدث عن إنشاء إدارة أو صندوق خاص يعني التأمين الذاتي. ما
ملاحظات؟ في ملاحظات؟ إذن هنا النقطة الأخيرة هام جدا، التقييم والمراجعة. عندما نتحدث عن التقييم، ماذا نتحدث عن تقييم ماذا ومراجعة ماذا؟ هنا نعود بسرعة إلى يعني إلى إدارة خطوات إدارة الخطر. هنا ابتدأنا بتحديد الهدف وقلنا أنه آخر مرحلة هي التقييم والمراجعة. هنا نقول أنه نقوم بتقييم الهدف، واضح؟ هل حققنا الهدف؟ هذا هو معنى التقييم. إذا كان الهدف، يعني قلنا أن الهدف هذا يجب أن يكون كمي، يعني يكون مقاس. مثلا حددت 5%، هون 5% لتخفيض، أقول أنه الهدف هو تخفيض تكرار الخسارة ب5% بالنسبة لي، يعني إصابات العمال. هنا في آخر السنة نقوم بالإحصائيات نتاعي ونلاحظ أنه حققت 3% من يعني انخفاض في يعني إصابات العمال. هنا الهدف كان 5% لكن أنا لم أحقق إلا 3%. هنا أقوم بالتقييم، واضح؟ إذا ماذا أقول؟ أني لم أحقق الهدف. نعم لم أحقق الهدف، ولكن لماذا لم أحقق الهدف؟ لماذا لم أحقق هدف 5% تخفيض تكرار الخسارة؟ هنا إذا وجب المراجعة. للإجابة عن هذا السؤال وجبت المراجعة. فسأراجع توصيف الأخطار المحتملة. من الممكن أني لم أقم بتوصيف كامل للأخطار، نسيت خطر أو اثنين، وهذا أدى إلى يعني إلى عدم عدم يعني الوصول إلى تحقيق الهدف ب5%. ربما لم أقم بتقييم جيد للخسائر المحتملة، وهذا أيضا يجب القيام بالمراجعة. هنا أيضا يجب القيام بالمراجعة، واضح؟ هنا إذا التقييم يكون بتقييم تحديد الهدف، ثم المراجعة تكون مراجعة توصيف المخاطر، ثم مراجعة الخسارة، ثم مراجعة الأسلوب. ممكن أني لم أختر الأسلوب المناسب، مثلا عوض أن أقوم بالتأمين أو عوض أن أقوم بالتأمين قمت فقط بالوقاية، واضح؟ إذا اختيار الأسلوب الملائم لمعالجة الخسارة. أيضا ممكن أن يكون السبب هو عدم اختيار جيد للأسلوب، قلنا. ثم في تنفيذ القرار يمكن أني لم أنفذ جيدا القرار، مثلا عندما بعدما قررت أني أقوم بتحويل الخطر لم أقم باختيار جيد لشركة التأمين التي تقبل يعني هذا الخطر. إذا هنا المرحلة الأخيرة هي التقييم والمراجعة، واضح أم لا؟ إذا هنا يقول أنه تحدثنا هون أنه يجب هنا نظرا للتغيرات والبيئة الغير ساكنة، فإن سياسة التقييم المتابعة الدورية هي ذات أهمية قصوى، وذلك من أجل حسن مراقبة التكاليف سواء تلك التي تخص إدارة الخطر وبرامج التأمين أو تلك التي تخص برامج منع الخسارة. ويجب أيضا اختبار إذا ما هناك تغيير في معدات الخسارة، معدلات الخسارة أو حدتها. إذا بهذا ننهي الفصل الثامن أظن حول قواعد حول لا يبقى هنا قواعد إدارة الخطر. أنهينا خطوات إدارة الخطر، الآن سنتحدث عن بعض القواعد. فيه العديد من القواعد حول يعني إدارة الخطر، لكن هنا أعطيتكم ثلاثة يعني نقاط هامة جدا. هي أول نقطة هو عدم المخاطرة بأكثر من طاقة تحمل الخسائر، هنا من قواعد يعني إدارة الخطر، أنه نعلم أن كل شخص، كل شركة، كل منشأة لها قدرة أو طاقة على تحمل
الخسائر، واضح؟ ولذلك وجد عدم المخاطرة بأكثر من هذه الطاقة. فمثلا المؤمن له طاقة معينة في تحمل خسائر مثلا التي يمكن أن تحدث لمنزله إثر الحريق، فلذلك يقوم بتأمين هذا الخطر حتى يعني نقول أنه يرفع في طاقته من تحمل الخسائر، لأن شركة التأمين هنا ستساعد على رفع طاقة تحمل الخسائر. النقطة الثانية، دائما بالنسبة للمنشآت أو الشركات يجب عليها مراعاة الأخطار الشاذة. ماذا نعني بالأخطار الشاذة؟ الأخطار الشاذة هي الأخطار التي تكون يعني احتمال وقوعها ضعيف جدا، تقع مرة في 10 سنوات، مرة في 20 سنة، ولكن إذا وقعت تؤدي بإفلاس المنشأة، واضح؟ هنا مثلا احتراق كل المبنى، هنا هو خطر شاذ، إذا وقع فيؤدي إلى الإفلاس. أيضا إفلاس الشركة هو من المخاطر الشاذة. نعلم أن إفلاس الشركة لأسباب متعددة يمكن أن يقع، إفلاس شركة أو إفلاس شركة أو إفلاس بنك أو إفلاس يعني شركة تأمين، هنا يمكن أن يقع في أي لحظة، لكن هنا نعلم أن هذا الخطر يعني يقع مرة في يعني مرة في 10 أو 20 سنة أو أكثر من ذلك. مثلا بالنسبة لشركة التأمين نلاحظ أنه يعني احتمال وقوع خسارة في على الصعيد العالمي، احتمال إفلاس شركة التأمين هو 1%، إفلاس بنوك هو 1 من 200، يعني 0.5%. هنا نتحدث عن أنه يعني ممكن أي منشآت تقع لها يعني خسارة شاذة، وهذه الخسارة الشاذة يجب دائما مراعاتها. وما نعني بمراعاتها أنه يعني نقوم بالتنبؤ بها ويعني نمذجتها ودراستها جيدا. إذا آخر نقطة هي آخر قاعدة من قواعد إدارة الخطر، هي عدم المخاطرة بالكثير من أجل القليل. وهنا هام جدا أنه عندما نريد المخاطرة، خاصة المضارب مثلا في الأسواق المالية، عندما يريد المخاطرة لا يخاطر من أجل أن يربح قليلا، لكن يخاطر حتى يربح الكثير، واضح؟ عدم المخاطرة إذن بالكثير من أجل القليل، هنا القاعدة من قواعد إدارة الخطر. وهذه 3 قواعد هامة جدا وتطرح يعني في العديد من الملتقيات أو اللقاءات أو أيضا في الاختبارات، لقاءات هامة جدا، واضح؟ هنا عدم المخاطرة بأكثر من طاقة تحمل الخسائر، مراعاة الأخطار الشاذة، وعدم المخاطرة بالكثير من أجل القليل. هنا في هذه الوحدة تعرضنا إلى مراحل إدارة الخطر ثم قواعد إدارة الخطر، وفي الوحدة القادمة سنتعرض إلى تقنيات إدارة الخطر. هنا نقطة هامة جدا أنه درسنا مفاهيم الخطر ثم درسنا إدارة الخطر، وقلنا أن إدارة الخطر تقوم على تقنيات وليس نظريات، واضح؟ فإدارة الخطر هي يعني في أغلب يعني هي إدارة، هي تقوم أو مدير المخاطر يقوم يعني بالاعتماد، يعتمد كثيرا على تقنيات لإدارة الخطر، واضح؟ واضح المنهج إلى حد الآن؟ لو فيه أسئلة، اقتراحات لأسئلة معينة. الحمد لله. إذن نمر مباشرة إلى الوحدة 10، تقنيات إدارة الخطر. هنا بالنسبة لتقنيات إدارة الخطر سنتحدث في هذه الوحدة، أول نقطة علاقة درجة الخطر بالخسارة، ثم تنبؤ الخسارة، وأخيرا حجم الخسارة المادية المحتملة. إذن الآن سنتحدث عن العلاقة بين درجة الخطر والخسارة. هنا عندما درسنا مفاهيم للخطر، من بين هذه المفاهيم تحدثنا عن عدم الخطر هو عدم التأكد من وقوع خسارة معينة،
ذكرت في بداية المحاضرة أنه الأحسن أني يعني أعطيكم أسئلة يعني ذات هدف واضح. أنا أعلم يعني الأهداف بالنسبة للمقرر واضح. إذا لدي جزئان من المقرر هامين جدا، هي جزء إدارة الخطر ثم جزء التأمين. الجزء المرتبط بإدارة الخطر أعطيتكم ما فيه بالنسبة لإدارة الخطر، فيه مفاهيم حول الخطر. بالنسبة للمفاهيم حول الخطر أعطيتكم ما فيه الكفاية من الأسئلة، لا حاجة إلى يعني كثرة الأسئلة واضح. كثرة الأسئلة بعدين تؤدي إلى لخبطة. ممكن أنا أعطيك يعني كل محاضرة نعطيك 50 سؤال واضح، لكن بعدين يعني يفقد الهدف نتاعو المقرر واضح. هناك أهداف معينة أنا يعني أرسمها، أنه أول شيء نفهم المخاطر. أعطيتكم ما فيه الكفاية يكفي بالنسبة لي الأسئلة المرتبطة بالنسبة لمفاهيم الخطر هنا كافية، اللي قمنا بها تقريبا 10 أسئلة تكون كافية واضح. بالنسبة لي نتحدث عن إدارة الخطر وتقنيات إدارة الخطر. الأسئلة هذه المواضيع هذه مرتبطة ببعضها واضح. لن أعطي يعني أسئلة إلا بعد إنهاء يعني كل النقاط المرتبطة بإدارة الخطر ثم تقنيات إدارة الخطر، لأن السؤال يعني حتى يكون يعني مرتبط ببعضه ويكون فيه هدف واضح، بعدين ما نضيعك بعيد عن هدف متاع المقرر واضح. حتى تكون يعني الهدف، نعلم أن الهدف يعني فيه هدف علمي بالطبع، الهدف العلمي أنا أركز عليه جيدا. في الأسئلة أيضا فيه هدف علمي وهدف أيضا أنه يساعدك بعدين في المراجعة واضح. يعني عندك أهداف معينة بالنسبة للمراجعة. لذلك بالنسبة للأسئلة سأعطيكم ما فيه الكفاية من الأسئلة التي تكون ذات أهداف علمية وأيضا أهداف تساعدكم في يعني فهم شامل للمقرر ومراجعة شاملة وسهلة للمقرر بعد ذلك. لما ستلاحظون أنه المنهج طويل جدا، ويمكن أني إذا قمت في كل يعني بداية محاضرة بأسئلة نصل في آخر المحاضرات إلى 200 أو 300 سؤال، وبعدين تلقى روحك في صعوبة ومتاهات كبيرة جدا، ولا تقدر بعدين على المراجعة وعلى فهم يعني النقاط المحددة ويعني أهداف المنهج واضح. إذا هنا نعود إلى يعني علاقة الخطر بالخسارة. هنا قلنا أنه عندما تحدثنا عن مفاهيم الخطر، هنا أعطيتكم أسئلة حول مفاهيم الخطر، والأسئلة هذه تراجعونها وتركزوا عليها وتفهموها كويس، ويعني هذا ستسلكم يعني بعدين مفاهيم إدارة الخطر، مفاهيم الخطر واضح. إذن بالنسبة للخطر قلنا فيه العديد من المفاهيم، وقلنا أشرت في الـ في الـ في الـ في المحاضرات السابقة أن الخطر يكفي وجود كلمتين، هي الخسارة والاحتمال أو عدم التأكد واضح، حتى نقول أنه خطر. هنا نلاحظ أنه دائما عندما نقوم بتقديم مفهوم للخطر نجد مصطلح عدم التأكد ومصطلح الخسارة خاصة هنا في المفهوم الأول الخسارة، في المفهوم الثاني فيه أيضا الخسارة. هنا السؤال، ما هي علاقة درجة الخطر بالخسارة؟ كيف يمكن فهم علاقة درجة الخطر بالخسارة؟ ولماذا كل مرة نيجي نفسر نعطي مفهوم للخطر من نتحدث عن الخسارة؟ إذا ما هي العلاقة بين الإثناء؟ هنا النقطة الأولى لفهم جيد لهذه العلاقة، رسمنا هذا المثلث واضح. لدينا المثلث هذا، الإشارة على المثلث واضحة عندكم، إشارات الماوس واضحة عندكم،
إذا الآن وين موجودة بالضبط النقطة؟ أنا موجود في أي نقطة هون؟ الماوس موجود على أي نقطة؟ الماوس موجود على أي نقطة؟ الإشارة على أي نقطة هون في المثلث؟ هو الـ 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 يعني النقطة، يعني الإشارة، الإشارة اللي انتبهها أنا على هنا، هل واضح؟ التواجد، تواجدي هون أنا موجود على الصفر، أنتم تتبعون أني موجود على الصفر هون. ها الآن تحولت إلى نقطة 1.05. لا الآن واضح أم لا؟ كتبت 1، لحظة، حركة القلم واضحة الحين؟ حركة القلم واضحة؟ إذا الآن موجود هون لدينا مثلث، المثلث هذا يبدأ بين الصفر، لدينا نقطة صفر، ثم هنا نقطة صفر، ثم موجودين عندنا نقطة 1 و نقطة أيضا هون أعلى الهرم في نقطة 1، وفي الوسط هون نقطة 0.1، تتبعون هون واضح. إذا الآن المثلث هذا، الهرم هذا إيش فيه المثلث؟ في القاعدة هون لدينا احتمال حدوث الحادث الذي يؤدي إلى الخسارة، واضح. الاحتمال يكون دائما بين الصفر و 1، نعلم أن الاحتمالات لا يمكن في الإحصاء، لا يمكن، أو في قانون الاحتمالات لا يمكن أن يكون يعني أكبر من 1، ولا يمكن أن يكون سلبي، إذن هو دائما بين 0 و 1، هذا احتمال حدوث الحادث. هنا في الجهة هذه كتبنا درجة الخطر، هنا أيضا اعتبرنا لدرجة الخطر من 0 إلى 1، يعني 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8 و 1. في هذه النقطة، نقطة الصفر هون، نقطة الصفر هون لدينا احتمال حدوث الحادث يعني 0، واحتمال عدم وقوع الحادث إذا كان احتمال حدوث الحادث هنا 0، احتمال عدم وقوع الحادث كام؟ ها أحسنت، هي 1. إذا كان احتمال وقوع الحادث، عدم احتمال وقوع الحادث 0، إذا احتمال عدم وقوع الحادث يكون 1. إذا عندما يكون احتمال حدوث الحادث يساوي 0، أيضا درجة الخطر تكون مساوية للصفر أيضا، واضح أم لا؟ اتحول إلى النقطة هون، نقطة 1 هون، عندما يكون احتمال وقوع هنا احتمال حدوث الحادث يساوي 1، إذن هنا درجة الخطر كم تكون؟ نجيب بسرعة من فضلكم، هنا درجة احتمال وقوع الحادث في النقطة هذه يساوي 1، إذن احتمال عدم وقوع الحادث كم؟ أحسنتي؟ لا، بالنسبة لي عندي إجابة، إجابتين صح.
من احتمال وقوع الحال، احتمال حدوث الحادث قلنا واحد، احتمال عدم وقوع الحادث هنا يساوي، إذا هنا درجة الخطر يساوي أيضا هنا صفر، واضح؟ إذا إذا كان احتمال حدوث الحادث الذي يؤدي إلى الخسارة يساوي واحد، إذا درجة الخطر يساوي صفر، واضح؟ إذا لماذا يكون درجة الخطر تساوي صفر لما يكون احتمال حدوث الحادث يساوي واحد؟ نحاول نجيب، لماذا نلاحظ أنه عندما يكون احتمال حدوث الحادث يساوي صفر تكون درجة الخطر مساوية للصفر؟ أجيب، هذا بسبب المفهوم الأول، أحسنت، عدم التأكد من وقوع الحادث هنا، عدم التأكد، درجة عدم التأكد من وقوع الحادث تساوي صفر، واضح؟ إذا الخطر يساوي صفر في هذه الحالة، لأن هنا الحادث وقع، إذا قلنا أنه احتمال حدوث الحادث يساوي واحد، يعني الحادث وقع، يعني نحن متأكدين من وقوع الحادث، إذا الخطر يساوي صفر، بالاعتماد على المفهوم هذا، الخطر هو عدم التأكد من وقوع خسارة معينة، واضح؟ إذا في النقطة هذه يكون الخطر، يعني يكون الخطر يساوي صفر، واضح أم لا؟ إذا النقطة صفر لما يكون احتمال حدوث الحادث يؤدي إلى خسارة يساوي صفر يكون درجة الخطر تساوي صفر. أيضا عندما يكون احتمال حدوث الحادث واحد، لأننا هون متأكدين من وقوع الحادث، يكون الخطر أيضا يساوي صفر. نيجي للنقطة في أعلى الهرم، هون لدينا إيش؟ هون لدينا احتمال حدوث الحادث يساوي صفر، يساوي صفر خمسة، احتمال حدوث الحادث يساوي صفر خمسة. نتخيل أنه عندك مشروع وفيه احتمال وقوع خسارة بالنسبة لهذا المشروع تساوي صفر خمسة، واحتمال وقوع ربح هو صفر خمسة، يعني احتمال وقوع الخسارة صفر خمسة واحتمال عدم وقوع الخسارة يساوي صفر خمسة. ماذا يعني هذا؟ يعني في هذه الحال أنه نحن في حالة درجة عدم تأكد كبرى، هنا نحن في حالة، في أقصى حالات درجة عدم التأكد، يعني نحن في حالة شك كبرى، إذا هنا صعب جدا أن نقرر نستثمر في هذه الشركة أو ما نستثمر. مثال ثاني، أني نقوم الصباح ونقول أني سأقود السيارة، عندي احتمال صفر خمسة، نحس في ذهني، نعطي احتمال عشوائي في ذهني ونقول انه والله اليوم عندي 50% ان يقع لي حادث و 50% ما يقع لي حادث، فهل سأقود السيارة؟ هنا سأجد نفسي يعني في حالة يعني سيئة جدا وحالة شك كبرى، وهنا نقول انه في هذه الحال هنا نتحدث عن اقصى درجات الخطر. هنا عندما يكون احتمال الخسارة يساوي صفر خمسة، إذا أقصى درجات الخطر هنا يساوي واحد، هنا نجد نفسنا في أقصى درجات الخطر صفر واحد، واضح؟ استغفر الله، أقصى درجات الخطر يساوي واحد، واضح؟ هنا صفر خمسة بالنسبة لاحتمال الخسارة تقابلها واحد كأقصى درجات للخطر، واضح أم لا؟ إذا الآن أعتبر هون، الآن سأدرس وجودي بين النقطة صفر وصفر خمسة، واضح؟ بين الصفر وصفر خمسة. إذا في هذه الحالة احتمال حدوث الحادث مثلا سأحدد به، يعني هون احتمال حدوث الحادث سيكون صفر ثلاثة مثلا، واضح؟ احتمال حدوث الحادث مثلا صفر ثلاثة. في هذه الحال كم يكون احتمال عدم وقوع الحادث؟ هنا لدينا
احتمال وقوع الحادث يساوي 0.3. إذن ما هو احتمال عدم وقوع الحادث؟ قلت 0.3 احتمال عدم وقوع الحادث كام؟ إذا كان هذا كله احتمال وقوع الحادث، إذا احتمال عدم وقوع الحادث كم سيكون؟ احتمال عدم وقوع الحادث يكون هذا كله، هذا الجزء كله، والجزء هذا كله كام؟ هو 1 ناقص 0.3. واضح ام لا؟ يعطينا 0.7. هون يعني المسافة هذه هي 0.7. واضح ام لا؟ لا ما هي صعبة. نعلم انه مجموع الاحتمالات كم يساوي؟ مجموع الاحتمالات دائما تساوي 1. واضح ام لا؟ إذا كان احتمال وقوع الحادث هنا يساوي 0.3، إذا احتمال عدم وقوع الحادث كام؟ يعني 1 ناقص 0.3. قلنا هون أحسنت، هون مثلا 1 ناقص 0.3 يعطينا 0.7. واضح ام لا؟ لانه نعلم انه مجموع الاحتمالات يساوي 1. واضح ام لا؟ بالاعتماد على هذا القانون. اذا حددنا هون 0.3، إذا احتمال عدم وقوع الحادث هنا يساوي 0.7. من قال صعبة جدا؟ هل واضح الآن أم لا؟ فيه من لاحظ أنه إيه نعرف أنت، لكن الآن هل هي واضحة؟ جيد. إذا هنا عندما يكون احتمال وقوع الحادث يساوي 0.3، إذا احتمال عدم وقوع الحادث يساوي 0.7. إذا هل إذا كان نعتبر شركة مثلا، نفس الشركة، الشركة هذه نتنبأ بأنه الخسارة احتمال وقوع الخسارة 0.3، واحتمال عدم وقوع الخسارة بالنسبة لهذه الشركة 0.7، هل نأخذ يعني هل نختار هذا المشروع؟ هل نستثمر في هذا المشروع؟ كيف يا ابني؟ لا. كيف لا؟ عندك احتمال حدوث الخسارة يساوي 0.3، واحتمال عدم وقوع الخسارة هي 0.7. إذا هون احتمال عدم وقوع الخسارة من الشركة يساوي أكبر من احتمال وقوع الخسارة، أصغر من احتمال عدم وقوع الخسارة. إذا في هذه الحال بالطبع نأخذ المشروع، نختار المشروع، صح أم لا؟ إذا هنا قلنا احتمال وقوع الخسارة 0.3، احتمال عدم وقوع الخسارة 0.7، بما أن الشركة لم تخسر بنسبة 0.7 70%، يعني أني هون أني يعني من مصلحتي أني آخذ هذا المشروع. إذا لذلك الجزء بين الصفر 0.5 والجزء بين 0.5 والصفر، الجزء اللي موجود بين 0.5 هون و بين 0.5 والصفر، هذا نسميه قطاع القرارات الموجبة. واضح؟ لأن قراراتي ستكون بالموجب، سأختار المشروع، سأقود السيارة، يعني هنا القرار سيكون يعني موجب. واضح ام لا؟ نعتبر الآن الجهة الثانية. الجهة الأولى هون بين 0.5، هون ما هي العلاقة بين احتمال حدوث الحادث
ودرجة الخطر، كيف تكون العلاقة بين احتمال وقوع الحادث ودرجة الخطر؟ كيف تكون العلاقة؟ ماذا نعني بموجبة؟ هنا دائما في ارتفاع، نلاحظ انها في ارتفاع، واضح ام لا؟ هنا احسنت، هنا هي علاقة طردية، واضح؟ هنا علاقة طردية ليش؟ مثلا نعتبر مثلا يرتفع درجة الخطر من 0.1 إلى 0.2، واضح؟ هنا إذا ارتفع احتمال حدوث الحادث من 0.1 إلى 0.2، إيش يحصل لي يعني للخطر؟ هون فيه من 0.1 الخطر كم يكون؟ الخطر يكون 0.2 بالنسبة لل 0.1، واضح؟ لما يرتفع يمر ل 0.2 هون أيضا الخطر سيرتفع أيضا. هون مررنا من 0.1 إلى 0.2 بالنسبة لاحتمال الحادث، وبالنسبة لدرجة الخطر ارتفع من 0.2 إلى 0.4. كلما ارتفع درجة احتمال حدوث الحادث كلما ارتفعت درجة الخطر، واضحة أم لا؟ هنا هذا بالنسبة للجزء الأول، ونقول أنه كما قالت زميلتكم هون أن في علاقة طردية بين احتمال حدوث الحادث ودرجة الخطر. الآن نمر إلى الجزء الثاني، من النقطة 0.5 إلى 0.1. في هذا الجزء، في هذا المجال نتحدث مثلا، سأحدد هون، سنحدد مثلا النقطة 0.6. في النقطة 0.6 ايش يحدث هون؟ يحدث انه احتمال وقوع الحادث يساوي 0.6، واضح ام لا؟ إذا في هذه الحال الآن احتمال احتمال وقوع الحادث 0.6، ثم احتمال هنا، في مشكلة في الكتابة، احتمال وقوع الحادث كنا 0.6، واحتمال عدم وقوع الحادث عدم وقوع الحادث كم سيكون في هذه الحال؟ أحسنتم، أسرع مني، هنا يكون 0.4. إذا في هذه الحال نلاحظ أنه احتمال وقوع الحادث هون أكبر من احتمال عدم وقوع الحادث. إذا كان نفترض مثلا هون أنه فيه يعني مشروع احتمال وقوع الخسارة لهذا المشروع هي 0.6، واحتمال عدم وقوع الخسارة لهذا المشروع هي 0.4. إذا ما هو القرار في هذه الحال؟ هل نختار المشروع أم لا نختار المشروع؟ أحسن، هنا عدم اختيار المشروع في هذه الحالة، ونقول أننا في قطاع القرارات السالبة. الجزء الأول قطاع القرارات الموجبة، والجزء الثاني هو قطاع القرارات السالبة، واضح أم لا؟ إذا هنا نلاحظ جيدا بالنسبة للتحول هون، سنمر من
النقطة 0.5 إلى النقطة 0.7، واضح؟ الآن عندما نمر من النقطة 0.6، 0.6 يعني أني نمر من النقطة هون نرتفع فوق، نجد نفسي في يعني خطر يساوي 0.8، واضح؟ لكن عندما يرتفع الخطر من 0 احتمال حدوث الحادث من 0.6 إلى 0.7، نلاحظ أنه الخطر إيش يقع للخطر؟ الخطر يقل، أحسن، درجة الخطر يقل هنا، في يعني انخفاض لدرجة الخطر. وهنا ما هي العلاقة بين احتمال حدوث الحادث ودرجة الخطر؟ كيف تكون العلاقة؟ أحسنتم، هي علاقة عكسية. إذن في من النقطة 0.5 إلى النقطة 1 تكون العلاقة عكسية بين احتمال حدوث الحادث والخطر، واضح؟ إذن كل هذا سنكتبه يعني في هذه الملاحظات. إذن عندما يكون، سأقرأ بسرعة الملاحظات هذه، إذا لم تفهموا أي ملاحظة يعني ممكن أن نرجع للمثلث، لأن كل هذه الملاحظات اللي هي المراجعة يعني النقاط اللي كنا نتحدث فيها، واضح؟ إذا الآن عندما يكون احتمال خسارة مساويا صفر، تكون درجة الخطر المساوية صفر أيضا، واضح؟ وهذا يعود أساسا لإنعدام الخطر. هنا نتحدث عن هذه النقطة، واضح؟ عن النقطة صفر، نتحدث عن هذه النقطة، واضح؟ ثم الملاحظة الثانية أنه عندما يكون احتمال خسارة مساوية 0.5 تصل درجة الخطر إلى أقصاها فتساوي 1، صحيح، وذلك أن احتمال وقوع الخسارة يكون مساويا لاحتمال عدم وقوع الخسارة، مما يجعلنا في أقصى حالات عدم التأكد من نتيجة القرار الذي سوف نتخذه. النقطة الثالثة، عندما يكون احتمال خسارة مساويا 1، صحيح، تكون درجة الخطر مساوية صفر، وذلك لأنه لا توجد حالة عدم التأكد، إذ نكون متأكدين من وقوع الحادث الذي سيؤدي إلى الخسارة، وبالتالي يسمى هذا الخطر مؤكد الحدوث، وعلى هذا نمتنع من اتخاذ أي قرار. الآن عندما يكون احتمال خسارة أكبر من الصفر وأقل من 0.5، نكون أقرب إلى اتخاذ قرار إيجابي، لأن احتمال وقوع الخسارة أقل من احتمال عدم وقوعها. يسمى هذا الجزء بقطاع القرارات الموجبة، وفي هذا الجزء تكون هناك، نسطر بالله يا شباب، نسطر، تكون في هذه في هذا الجزء تكون هناك علاقة طردية بين احتمال الخسارة ودرجة الخطر، واضح؟ هنا علاقة طردية بين الخطر ويعني الخسارة، احتمال الخسارة والخطر. أيضا عندما يكون احتمال خسارة أكبر من 0.5 وأقل من 1، نكون أقرب إلى اتخاذ قرار سلبي، ذلك بالامتناع على اتخاذ القرار، لأن احتمال وقوع الخسارة أكبر من عدم احتمال وقوعها. يسمى هذا القرار بقطاع القرارات السلبية، وهنا في علاقة عكسية بين احتمال الخسارة ودرجة الخطر، هنا علاقة طردية وهنا علاقة عكسية. أتمنى أنكم فهمتوا الموضوع، كل الإشارات، قبل أن نمر إلى تنبؤ الخسارة، واضح؟ أصعب نقطة إلى حد الآن درسناها في التأمين، ها؟ إذا كان فهم جيد، يعني أتمنى أنه يعني كل الطلاب يعني فهموا الموضوع. إذا نمر إلى تنبؤ الخسارة. هنا قلنا أنه بالنسبة للتأمين هنا يقوم على التنبؤ، وقلنا أنه من تقنيات التأمين هو يعني
التنبؤ بالخسارة والتنبؤ التنبؤ بحجم الخسارة والتنبؤ بتكرار الخسارة. هنا من أوكد مهام مدير المخاطر هو تحديد واكتشاف الخطر، نتحدث عن the risk identification، الذي يمكن أن تتعرض إليه المنشأة، إثر ذلك يقوم بتحليل احتمال تكرار الخسارة. هنا عندما نتحدث عن تحليل احتمال تكرار الخسارة نتحدث عن the frequency وحدتها، حدتها يعني حجمها وقوتها، ونتحدث هنا عن the severity. إذن بالرغم من أن تاريخ الخسائر يمكن أن يمدنا بمعلومات هامة حول الخسائر، إلا أنه لا يمكن أن يضمن لنا أن الخسائر القادمة ستتبع نفس ميل الخسائر السابقة past loss trend. هنا هام جدا، فمدير المخاطر يستعمل تواريخ الخسائر الماضية، وهنا يعني عندما يستعمل تواريخ الخسائر تاريخ الخسائر يمكن أن يتنبأ بنفس يعني الـ الـ بنفس يعني الـ بنفس نتحدث عن الميل، بنفس الميل بالنسبة للخسائر، ولكن في بعض الأحيان يعني فيه ممكن أن يختلف هذا الميل من سنة إلى سنة أو من فترة إلى فترة أخرى. هنا إذن بإمكان مدير المخاطر استعمال العديد من التقنيات لمساعدته في تنبؤ التنبؤ بمستوى الخسائر. ممكن أن يستعمل تحليل الاحتمالات ويستعمل تحليل الانحدار ثم التنبؤ بالاعتماد على التوزيع الاحتمالي للخسائر. كل هذه تقنيات ممكن أن يستعملها يعني مدير المخاطر حتى يتمكن من التنبؤ بحجم الخسائر والتنبؤ بتكرار الخسائر. هنا بالنسبة لهذا المقرر يعني لن نتعرض إلى هذه التقنيات، لأنها يعني ممكن أن نتعرض لها في يعني مقررات معمقة أكثر في بالنسبة للتأمين. أيضا بالنسبة لمدير المخاطر يهتم كثيرا بالعلاقة بين الحوادث، هذا هام جدا بالنسبة لنا. يهتم مدير المخاطر أيضا بخصائص الحادث موضوع التحليل، ويمكن تصنيف الحوادث كالآتي. هناك ثلاث أنواع من الحوادث، حوادث مستقلة، وهي بالنسبة لهذه الحوادث وقوع الحادث الأول لا يؤثر على وقوع الحوادث الأخرى، واضح؟ مثال: في حالة وجود منشأتان، الأولى في الرياض والثانية في جدة، وفي حالة احتراق المنشأة الأولى فإن ذلك لن يؤثر على احتمال احتراق المنشأة الثانية، واضح؟ هنا في استقلالية تامة بين الحوادث. ثم النقطة الثانية: حوادث مترابطة، يمكن أن نجد حوادث مترابطة، وقوع الحادث الأول يؤثر على وقوع الحوادث الأخرى. هنا أعطيكم مثال: في حالة وجود بنايتان متلاصقتان، ففي حالة احتراق المبنى الأول فإن احتمال احتراق المبنى الثاني سيرتفع، واضح؟ إذن هنا إذا كان فيه بنايتان متلاصقان، إذا احترق المبنى الأول، لا هنا لا نقول أنه يجب أن يحترق المبنى الثاني، إذا احترق الأول فيحترق المبنى الثاني، لا، إذا احترق المبنى الأول هنا هذا يرفع في احتمال احتراق المبنى الثاني، ممكن أن لا يحترق المبنى الثاني، لكن هنا يكون فيه أحسن احتمال أكبر لوقوع يعني الاحتراق بالنسبة للمبنى الثاني. هنا يمكن أن نتحدث عن النوع الثالث من الحوادث، وهي الحوادث المتنافية، وقوع الحادث الأول يمنع وقوع الحوادث الأخرى، واضح؟ وهنا مثال: في حال تلف مبنى إثر وقوع حريق فلا يمكن لهذا المبنى أن يتلف إثر وقوع سيلان. إذن هنا السيلان والحريق هما يعني يعتبران حادثان متنافيان، فلا يمكن أن يقع الحادث الأول والحادث الثاني في نفس الوقت ونفس الظروف، واضح؟ هذا بالنسبة لي أنواع العلاقات بين الحوادث. هنا ننهي هذا الفصل أو هذه الوحدة بالتحدث عن تجزئة حجم الخسارة loss decomposition. هنا نعلم أن الخسارة حجم الخسارة يتأثر بالعديد من المعطيات، من أهمها القيمة المعرضة للخطر. مثلا
إذا اعتبرنا سيارتين الأولى سيارة مثلا فيراري والثانية سيارة مثلا يارس، في هذه الحال عندما يعني تكون الخسارة بالنسبة لسيارة اليارس أكبر من الخسارة المرتبطة بسيارة يعني سيارة تكون يعني الخسارة بالنسبة لسيارة فيراري تكون أكبر من الخسارة إثر وقوع حادث لسيارة يعني يارس. واضح؟ هنا كل ما كانت القيمة المعرضة للخطر كبيرة كل ما كانت الخسارة كبيرة بالطبع. معدل الخسارة هنا عندما نتحدث عن شركة تأمين لها يعني الاحتمال أكبر. هنا نتحدث عن الخسارة عن حجم الخسارة، واضح؟ نتحدث عن حجم الخسارة، احتمال أكبر. احتمال إيش؟ احتمال أنه سيارة فيراري تتعرض إلى حادث أكثر من سيارة يارس ممكن، لكن لأنه إذا واحد قاد سيارة فيراري فيعني يكون أكثر عنف من أن السوق يعني سيارة يارس، في هذه الحال ممكن أن تتعرض يعني الفيراري إلى يعني الحوادث أكثر من اليارس، لكن نعلم أنه بالنسبة للفيراري لها يعني عندها يعني يعني اتزان وعندها يعني خاصيات سلامة كبيرة جدا. ولكن على كل حال بالنسبة للخسارة نتحدث عن الحجم، عن حجم الخسارة وقيمة الشيء المعرض للخطر. كل ما كانت قيمة الشيء المعرض للخطر كبيرة كل ما كان يعني الخسارة تكون أكبر. واضح؟ ثم معدل الخسارة عندما تكون يعني لدينا يعني العديد من المؤمنين لهم أو العديد من السيارات. هنا بالطبع القيمة، هنا زميلتكم أشارت إلى القيمة، نتحدث عن القيمة المعرضة للخطر. وهنا معدل الخسارة سيؤثر يعني معدل الخسارة بين المؤمنين لهم كلهم سيؤثر بالطبع على حجم الخسارة. إذا أيضا عدد الوحدات المعرضة للخطر، إذا اعتبرنا أنه شركة تأمين لديها 100 سيارة يارس، واضح، والشركة الثانية لديها 200 سيارة يارس مؤمنة، فبالطبع الشركة الثانية ستتعرض أكثر إلى الخسارة من الأولى، ويكون حجم الخسائر للشركة الثانية أكبر من الأولى. إذا يشير معدل الخسارة إلى قيمة الخسارة لوحدة النقد، أي نسيب وحدة النقد من الخسارة كقيمة معرضة للخطر خلال وحدة الزمن، عادة ما تكون سنة. هنا عندما نتحدث عن معدل الخسارة نقوم بحسابه دائما لمدة زمنية تكون سنة، لأن التأمين في أغلب الأحيان يكون لسنة لمدة سنة. هنا تقل الخسارة، إيه هنا إشارة زميلكم هامة جدا، قال مو إذا زادت عدد الوحدات المؤمنة تقل الخسارة مثل قانون الإعداد الكبير. هنا قلنا تقل الخسارة، حجم الخسارة ممكن يكبر لكن معدل الخسارة هو الذي يقل، واضح؟ بالنسبة للأعداد الكبيرة نتحدث عن معدل أو متوسط الخسارة يكون أقل، واضح؟ الخسارة ممكن أن تكون أكبر بالطبع لأن المؤمنين لهم أكبر، لكن متوسط الخسارة يكون أقل، واضح أم لا؟ وقلنا أنه خاصة بالنسبة لقانون الأعداد الكبيرة نتحدث خاصة عن الخطر هو الذي يقل، ممكن أيضا حتى حجم الخسارة ممكن يبقى نفسه، حجم متوسط الخسارة ممكن يبقى نفسه، واضح؟ ممكن يبقى نفسه بالنسبة لشركة لها العديد من السيارات وشركة ثانية لديها يعني أقل سيارات، هنا تبقى معدل الخسارة نفسه، ممكن أن يكون نفسه، لكن ماذا يقل هو التنبؤ والخطر، واضح؟ الخطر يعني المرتبط بالخسارة. هنا قانون الأعداد الكبيرة يمكن من يعني إعطاء تنبؤات جيدة بالنسبة للخسارة، واضح؟ يعني يكون الخطر جيد. وهنا قلنا أن قانون الأعداد الكبيرة قيمته أنه يمكن من التخفيض من الفرق بين
بين الخسائر المتوقعة والخسائر الفعلية، واضح؟ ولا يمكن من التنبؤات الجيدة ولا يؤثر في معدل الخسارة، واضح؟ هنا نتحدث عن دقة معدل الخسارة. قانون الأعداد الكبيرة يمكن من يعني حساب معدل الخسارة بدقة، أو احتمال وقوع الخسارة يمكن أنه يعني نقوم بحسابه بدقة. إذا هنا يعتمد حساب معدل الخسارة على الخبرة السابقة للأفراد أو المنشآت في مجال ما، أو من خبرة وحدات أخرى مشابهة في نفس المجال. هنا في هذا الإطار يمكن أن نقوم بحساب حجم الخسارة بالطريقة الآتية. حجم الخسارة المادية المحتملة هي القيمة المعرضة للخسارة، نضربها في معدل الخسارة، واضح؟ وهنا سنقوم بتقسيم معدل الخسارة. هنا يهمنا جيدا تقسيم معدل الخسارة. هنا يقسم معدل الخسارة إلى يعني نقوم بحساب معدل الخسارة بقيمة مبلغ الخسارة، قيمة الخسارة كاملة، نقسمها على عدد الوحدات المعرضة للخطر. مثلا خسرت شركة التأمين 1,000,000 ريال، نقسمها على عدد يعني السيارات المؤمنة لديها. مثلا عندنا 100,000 سيارة مؤمنة، إذا معدل الخسارة يكون 1,000,000 نقسمه على 100,000، واضح أم لا بالنسبة لمعدل الخسارة؟ لكن هنا سنقوم بتقسيم يعني هذا المعدل. فقيمة مبلغ الخسارة كم تكون مبلغ الخسارة؟ هي عدد الوحدات المعرضة للخطر وتحقق لها الحادث بالفعل، واضح؟ يعني عدد السيارات مثلا التي تعرضت لحادث السير، أو عدد مثلا المنازل التي تعرضت للحريق، نضربها في متوسط الخسارة للوحدة، واضح؟ متوسط الخسارة للوحدة. قيمة الوحدات المعرضة للخطر، هذه الجزء الثاني، سنقوم بتقسيمه إلى جزئين، إلى جزئين. هون الجزء الأول عدد الوحدات المعرضة للخطر، نضربه في متوسط القيمة المعرضة للخطر. واضح الجزء الأول أم لا من التقسيم؟ واضح؟ إذن سنرى أنه سنقوم بتقسيم هذا الكسر إلى جزئين، إلى كسران. الكسر الأول سيكون هذا، واضح؟ هذا الجزء فنكتبه يكون هذا عدد الوحدات المعرضة للخطر وتحقق لها الحادث بالفعل، نقسمه على عدد الوحدات المعرضة للخطر. ممكن الإعادة؟ نعم. هنا قلنا معدل الخسارة، قيمة مبلغ الخسارة، الخسارة بيش مرتبطة؟ قلنا مرتبطة بعدد الوحدات المعرضة للخطر وتحقق لها الحادث، يعني عدد السيارات المؤمنة والتي وقع لها الحادث، نضربها في متوسط الخسارة للوحدة، واضح؟ ثم تحت هو عدد الوحدات المعرضة للخطر، يعني السيارات المؤمنة كلها، نضربها في متوسط القيمة المعرضة للخطر، يعني في متوسط قيمة السيارة الواحدة، واضح؟ إذا هذا سنقوم بتقسيمه إلى جزئين. الكسر هذا لم نقم إلا بكتابة رياضية، تجزئة رياضية للكسر. هنا سأجزئ للجزء الأول، وثم سأجزئ جزء ثاني وهو هذا الجزء، واضح؟ فنلاحظ أنه هنا لدينا عدد، ممكن غير واضح كتابة، هو لدينا عدد، هو لدينا عدد، ثم تحت في عدد، وهو لدينا متوسط، وتحت لدينا متوسط. هذا هام جدا. عندما نقول عدد الوحدات المعرضة للخطر ووقع عليها الحادث، يعني عدد السيارات التي وقع عليها الحادث، نقسمها على عدد السيارات المؤمنة كلها. هذا يعطينا إيش؟ عدد على عدد، جزء من الكل يعطينا احتمال وقوع
الحادث، واضح؟ ثم متوسط خسارة نقسمه على متوسط قيمة، هنا يعطينا حدة قوة الخسارة. وهون نقطة هامة جدا، لما نضرب احتمال وقوع الحادث نضرب في حدة الخسارة لوحدة النقد، هذا يعطينا معدل الخسارة. واضح التقسيم؟ إذن هذا بالنسبة لتقسيم الخسارة. الآن بهذا ننهي الوحدة، هذه الوحدة. في هذه الوحدة تعرضنا إلى علاقة درجة الخطر بالخسارة، ثم تنبؤ الخسارة، ثم قمنا بدراسة حجم الخسارة المادية المحتملة، ثم وبهذا ننهي يعني الجزء الأول من هذا المقرر، وهو المتعلق بإدارة الخطر. واضح؟ بالمخاطر وإدارة المخاطر. وإن شاء الله في الوحدة القادمة سأعطيكم يعني أسئلة يعني تتعلق بكل هذا الجزء. واضح؟ سنعطي وقت يعني وقت يعني توقيت يعني جزء من الوقت، جزء كبير من الوقت لدراسة يعني العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا الجزء، حتى يعني أتمكن أنا بالذات يعني من معرفة يعني هل توصلتم إلى يعني فهم يعني الجزء الأول من هذا المقرر. فهذه نقطة هامة جدا، يعني استدعيكم للحضور يوم الاثنين، يعني الحضور هام جدا بالنسبة ليوم الاثنين، لأنه يعني هو حلقة الربط يعني بين الجزء الأول والجزء الثاني. واضح أم لا؟ إذن الآن نمر بسرعة إلى مفاهيم أساسية حول التأمين. الجزء الثاني سنتحدث عن التأمين، عن معدل الخسارة، وإلا نسحب القانون. هنا لا نحفظ القانون، ولن يكون فيه يعني تمارين يعني مرتبطة بهذه المسألة، لكن بماذا أنصحكم؟ أنصحكم أن تفهمون هذا القانون. واضح؟ كيف وصلنا؟ بس كيف وصلنا من معدل الخسارة في الشكل هذا، اللي كان الشكل هذا، إلى أن نصل إلى معدل الخسارة في هذا الشكل؟ لأنه في التأمين سندرس بعدين قصة التأمين في الحصص القادمة، سندرس قصة التأمين. قصة التأمين هو معدل الخسارة. واضح؟ قصة التأمين لوحدة النقد هو يساوي معدل الخسارة. واضح لنا؟ يعني بعدين حجم الخسارة المادية المحتملة أو قصة التأمين سيكون القيمة المعرضة للخطر نضربها في معدل الخسارة تعطينا قصة التأمين صافي. واضح؟ هذه أهميته يعني في الأهمية التقنية لهذا القانون. أنا ما أنصح أن تحذوه هيك يعني بدون يعني فهم. المهم بالنسبة لي أنه كيف نمر من يعني القانون الأول إلى القانون النهائي. إذن الآن نمر إلى إن شاء الله إلى يعني دراسة الوحدة الحادية عشر، مفاهيم أساسية حول التأمين. إذن ماذا نعني بالتأمين؟ في هذه الوحدة سنتعرض إلى لمحة تاريخية حول التأمين، ثم تعريف التأمين وعناصر التأمين. إذن بالنسبة للمحة التاريخية، هنا تظهر حاجة الفرد إلى التأمين عند إصابته بخسارة يكون غير قادر على تحملها. قلنا أنه انتهى الوقت، لا باقي وقت، لأنه للأسف يعني اليوم كان في خطأ تقني وابتدأنا يعني الساعة الرابعة والنصف. آسف يعني مرة ثانية على هذا التأخير. وهنا يعني قلنا حددنا أن ننهي الحصة إن شاء الله في الساعة السادسة إن شاء الله. واضح؟ إذن قلنا تظهر حاجة الفرد إلى التأمين عند إصابته بخسارة يكون غير قادر على تحملها. هنا الحاجة إلى استعمال وسائل عديدة لمواجهة الخطر، ومن بين هذه ما في مشكل، ومن بين هذه الطرق قلنا التأمين هنا في مجتمعنا الحاضر هنا أو في هذا المجتمع المتطور والمليء بالمخاطر، يكون التأمين من أهم يعني وسائل مواجهة الخطر،
بالنسبة للأفراد، بالنسبة للمنشآت، بالنسبة أيضا للدول، لبعض الدول التي تقوم بتأمين بعض مخاطرها، واضح؟ أو الحكومات التي أيضا تقوم بتأمين بعض المخاطر. هنا يعني كلنا محتاج إلى التأمين، وكيف تطور هذا التأمين يعني تاريخيا. إذا هنا يمكن أن نربط يعني حسب يعني المؤرخين، واضح؟ هنا يمكن أن نربط هنا التأمين بقدماء المصريين، إذ أن قدماء المصريين هم أول من عرف التأمين، وذلك عبر إنشاء جمعيات تعاونية، وذلك لدفن الموتى. نعلم أنه في بالنسبة للفراعنة، كان دفن الموتى يعني مكلف كثير جدا، يعني بالنسبة لهم يعني في بعض الأحيان يعني كلفة الدفن أكبر من كلفة يعني أكبر من يعني المصاريف التي صرفها في حياته كلها يعني. إذا هنا بالنسبة لهذه المصاريف أو يعني تكاليف دفن الموتى، كان فيه يعني بعض الأشخاص لا يقدرون على يعني تحمل هذه المراسيم و يعني التكاليف، فوجدت جمعيات نسميها جمعيات تعاونية لدفن الموتى. هذا بالنسبة للتاريخ القديم. يعني بالنسبة لي يمكن أن نربط أيضا التأمين بالحضارات القديمة مثل الإغريق، البابليون والأشوريون، والذين يعني يعرفون باشتهار بشهرة أو ازدهار يعني الازدهار يعني التجارة، وخاصة التجارة البحرية. ووجدت أيضا هنا المخاطر البحرية، من بينها يعني مخاطر القرصنة ومخاطر غرق السفن. ولذلك أول نوع من الأنواع يعني المخاطر، أول نوع من أنواع يعني التأمينات، وجد قرض السفينة. سندرس قرض السفينة بعدين يعني، والفرق بين قرض السفينة والتأمين البحري الآن يعني الموجود الآن، وسندرس فيه بتمعن فيه يعني وحدة خاصة. ثم بالنسبة للتأمين على الحياة، ظهر ذلك في سنوات 1583 ميلادي، ثم بالطبع ظهر تأمين حريق إثر حريق لندن الشهير الذي تحدثنا عنه في الحصص الفارطة. والحريق هذا وقع سنة 1666 ميلادي، ويعني وقع إصدار أول يعني تأمينات على الحرائق سنة 1667. إذا بداية من القرن العشرين ظهر الاهتمام بالتأمين على وسائل النقل، بما أن ما كانت فيه وسائل نقل متطورة مثل السيارات هنا، وإثر يعني كثرة السيارات، عدد السيارات وكثرة الحوادث، أحس الإنسان يعني بالحاجة إلى يعني تأمين وسائل النقل، ووجد يعني أول تأمينات وسائل النقل بداية من القرن العشرين. إذن هذا بالنسبة لي التأمين. تعريف التأمين، ما هو التأمين؟ التأمين هو اتفاق أو عقد يلتزم بمقتضاه الطرف الأول، وهو المؤمن، أو نتحدث هنا هيئة التأمين، أن يؤدي إلى الطرف الثاني وهو المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر، مبلغ التأمين في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. هنا نقطة هامة جدا، التأمين هو اتفاق لتحويل الخطر من المؤمن له إلى شركة أو هيئة التأمين، ونسميه المؤمن، واضح؟ الطرف الأول هنا شركة التأمين تقوم بتغطية المخاطر التي يتفق المؤمن له والمؤمن عليها، مقابل ذلك المؤمن يقوم بدفع قسط لشركة التأمين، وهذا القسط يمكن أن يكون دفعة واحدة أو العديد من الدفعات، خاصة بالنسبة للتأمين على الحياة. إذن من هذا المفهوم يمكن أن نتحدث عن عناصر التأمين. هنا التعريف السابق يوضح أن التأمين يقوم على العناصر التالية: المؤمن له هو الشخص المعرض للخطر، سواء في شخصه أو في ممتلكاته أو في ذمته المالية، وهو طالب التأمين، ويلتزم بدفع قسط التأمين لشركة التأمين. هنا لدينا شخص أو منشأة معرضة للخطر، وهي التي تطلب التأمين لصالحها،
مقابل ذلك هنا في تحويل الخسارة، مقابل ذلك يقوم هذا الأخير بدفع قسط لشركة التأمين. المؤمن هو شركة أو هيئة التأمين التي تقدم الحماية التأمينية للأفراد، وهي تلتزم بدفع التعويض أو مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر منها. هذه النقطة الثانية. المستفيد، المستفيد هو الشخص الذي تؤول إليه المنفعة المترتبة على عقد التأمين، بمعنى أنه الشخص الذي يؤول إليه مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه. وقد يكون المستفيد هو المؤمن له نفسه أو أي شخص آخر محدد محدد المؤمن محدده المؤمن له. هنا نقطة هامة جدا، في فرق بين المستفيد والمؤمن له. بالنسبة مثلا للممتلكات، دائما المستفيد هو نفس المؤمن له، واضح؟ لكن في تأمين على الحياة أو الوفاة، سنتحدث عن هذا بالنسبة للتأمين الوفاة والحياة، هنا نأكد أنه المستفيد يمكن أن يكون المؤمن له، ويمكن أن يكون يعني أفراد الأسرة، مثلا الزوجة أو الأبناء. مثلا أؤمن شخص يؤمن نفسه ضد الوفاة، يعني أنه هنا المسؤولية المدنية، المسؤولية المدنية هامة جدا. هي المستفيد من يكون؟ المستفيد هو الطرف الثالث، واضح أم لا؟ هو المتضرر. إذا أحسن، المستفيد في هذه الحال يكون مختلف عن المؤمن له، واضح؟ بالنسبة للمسؤولية المدنية هنا المستفيد يكون يعني دائما هو طرف ثالث مختلف عن المؤمن له. إذا بالنسبة لقسط التأمين، هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن أو شركة التأمين هنا، مقابل التزام المؤمن بتحمل نتائج الخطر المؤمن منها. بالنسبة لمبلغ التأمين، هو المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه إلى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه. سنتحدث في الحصص القادمة عن مبلغ التأمين وعن يعني التعويض بعد ذلك. هنا في هذه العلاقة نرسم هذه العلاقة الهامة جدا، وهي تعطينا مفهوم التأمين ويعني مكونات يعني التأمين. لدينا هون المؤمن له، واضح؟ يمكن أن نسميه أيضا طالب التأمين أو المستأمن أو المؤمن عليه، هذا بالنسبة للمؤمن له. أيضا لدينا الطرف الثاني، هو المؤمن شركة التأمين، ونسميها شركة تأمين أو هيئة التأمين. هنا فيه علاقة، واضح؟ علاقة من الجهة الأولى وعلاقة جهة ثانية. العلاقة الأولى أن المؤمن له يدفع قسط التأمين عند التعاقد أو أثناء مدة التأمين، هذا أثناء مدة التأمين بالنسبة للتأمينات على الحياة وعلى يعني الوفاة. هنا في الحالة الثانية، في الجهة الثانية، المؤمن أو شركة التأمين تلتزم بدفع التعويض أو مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه. هذا بالنسبة لي يعني مفهوم التأمين وعلاقات يعني السائدة في التأمين. هنا نحن في يعني نهاية هذه الوحدة، مع الوقت يعني بالضبط يعني الساعة السادسة، نحن يعني احترمنا الوقت في هذه في هذا إيه المستفيد والمؤمن له. الفرق بين المستفيد والمؤمن له، قلنا أن المؤمن له هو الشخص الذي يدفع قسط التأمين، واضح؟ وهو الذي يوقع عقد التأمين، هذا بالنسبة للمؤمن له. المستفيد مين المستفيد؟ المستفيد عندما تكون عندك سيارة، تأمن السيارة متاعك، بالطبع أنت ستستفيد من هذا التأمين. لكن بالنسبة للتأمين، لن أتحدث عن المسؤولية المدنية، لكن سأتحدث عن التأمين على الحياة في حالة الوفاة. ماذا نعني بالتأمين على الحياة في حالة الوفاة هون؟ التأمين على الحياة في حالة الوفاة هو عقد تأمين يمكن الشخص من أنه المستفيدين في هذه الحال يحصلون على تعويض. متى؟ في أي الحالات؟ مثلا أنا لي أبناء وزوجة،
نخاف اني اثر وفاتي يعني يتوقف الدخل فيكونون في خساره وفقر. واضح. لذلك اذهب الى شركه تامين، وبما اني عندي اموال يعني الان ممكن اني ادفع مثلا 100,000 ريال لشركه التامين، واتفاق العقد هنا عندما اثر وفاتي فشركه التامين تدفع للابناء والزوجه يعني كل شهر مثلا 2000 ريال او 10,000 ريال او ما شابه ذلك حسب العقد. اذا هنا من سيستفيد بالتعويضات؟ من سيستفيد بالتعويضات في هذه الحال؟ بالطبع الاهل هم الذين سيستفيدون ب يعني هذا التعويض. بالطبع الابناء، الابناء والزوجة. اذا حددنا في عقد التأمين الابناء والزوجة فسيكون الابناء والزوجة، اذا حددنا في عقد التأمين ان المستفيد سيكون الابناء فقط فسيكون الابناء فقط، اذا حددنا ان الزوجة فقط يمكن ان تكون المستفيدة الزوجة، اذا تحدثنا عن اخت اخت ضريرة او يعني معاقة او شيء كهذا فالمستفيد سيكون هذه الاخت وغير ذلك. واضح. المستفيد يكون يعني مختلف عن المؤمن له، لكن من الممكن بالطبع ان يكون المستفيد هو المؤمن له كما تحدثت عنه ان المؤمن المستفيد هو المؤمن له في حالة مثلا التأمين على المنزل ضد الحريق. التأمين على المنزل ضد الحريق من سيستفيد؟ سيستفيد صاحب المنزل. اذا احترق منزله يعني يقع التعويض له للمؤمن له. واضح. وايضا في التأمين على الحياة في حالة الحياة هنا سنتحدث عن هذا، المستفيد يكون المؤمن له، لانه التأمين على الحياة في حالة الحياة مثلا ادفع قسط تأمين لشركة التأمين ب 100,000 ريال والعقد فيه اتفاق على انه شركة التأمين هون تعوضني او تدفع لي اجرة شهرية بعد مثلا ما يصل عمري الى 62 سنة، بما اني عندما يصبح عمري 62 سنة لن اقدر على العمل، وبهذا يعني يكون يعني المستفيد هو نفس المؤمن له. واضح النقطة هذه ام لا؟ المستفيد يمكن ان يكون المؤمن له ويمكن ان يكون غير المؤمن له. واضح. ننهي اللقاء بهذه الملاحظة. إذا لا يبقى لي إلا أن أستودعك من الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا أشكركم على المتابعة.